السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شراكم الحباب، إن شاء الله تكونوا لباس. الجمعة مباركة عليكم البنات. أنا هنا حندير لي بات على كريم. واش نحتاج؟ نحتاج دجاج قطعته جبتي مغسو وكرازيت فيه ثوم، 4 سنات تاع ثوم. هنا نحتاج البصلة قطعتها حتى هي، نحتاج فلفل حلو الأحمر والخضر قطعتهم دي بتي ترانش، ومعدنوس والبابريكا والفلفل الكحل والملح. هذا الدجاج والثوم، البصلة نسحبها برك قطعتها ديبتي مغسو، الفلفل الحلو والخضر والاحمر، واللي مش سي فاكولتاتيف، اللي ما عند اللي عنده يدير، اللي ما عندوش ما يدير، فرد نوع. المعدنوس، الفلفل الكحل والفلفل الاحمر والملح ولاكريم ليكيد. والبنات اللي ما عندهمش لاكريم ليكيد، ولي بات اللي ما عندهمش لاكريم ليكيد يديروا لاكريم فريش، واللي ما عندوش لاكريم فريش يدير الحليب، نصيط الحليب مع زوج مغارف تاع نشا ولا مغرف ويشوف. هنا واش درت؟ درت مرسو زبده في الصوطوس، خليتها تذوب ولوحلها شويه زيت زيتون، قيس زوج مغارف كبار تاع زيت زيتون خاطر نقلي فيها كل شيء، الدجاج والفلفل الحلو والبصله كل شيء يفوت هنا، زعما ما نزيدش نعاود ندير الزيت. هنا نحط الدجاج، زدرت الدجاج لي ترونشيتو دي بتي مغسو، درت له الثوم، ندير له الملح والفلفل الكحل والفلفل الاحمر، هو البابريكا ولا لو بيمون دو، ونزيد له شوي معدنوس البنات باه يجيكم بنين، وخليه يتقلى يتقلى حتى يحمر. البنات نسيت ما درتش الزنجبيل، روح جبتو وزنجبيل جونجومبر، الدجاج كل ملح له زنجبيل، انا ننصحكم الدجاج ديروا له زنجبيل. هنا حطيت الماء في البرمه باه يغلي، نلوح لي باتي يغليو، ونخلي الزدر تاع الدجاج حتى يحمر ونحيه. ماكلة سهلة وصيفية سورتو تاع صيف. لاكريم ليكيد اي مش محتم، اللي عنده لاكريم فريش يقدر يدير بلاكريم فريش، اللي ما عندوش دوك نقول لكم بعد كيفاه وكتاه ديروا الحليب بنشا. وتجور البنات بداو بمغرف تاع نشا، كي تشوفوها ما خسرتش زيدوا الدوزيام. هنا الدجاج تاعي راهو طاب كيما يقولوا المساروة او استوى هاكو تشوفوا فيه، هنا راهو برسك احمر نحيتو. الزيت تاعو واش ندير؟ نلوح الخضره، فلفل الحلو الاخضر والاحمر، ونزيد البصله اللي قطعتها نص حبه تاع بصله، وندير لهم غير الملح ما ندير لهم حتى نوع من البهارات. يزيد بيس البنات، والملح، ونخليهم حتى ما يتقلاو. توجور البنات لو فو دو ما ديروش، ديروه مويان باسكو سينو يتحرق لكم ويبقى يغزغز، يبقى يابس، يبقى ما ماشي طايب. انا ننقص ونخلي حوايجي يتبعوا لو فوتو، ونخليه ونغطيه حتى نشوف الفلفل والبصله، البصله تكاراميليزات والفلفل طاب. شوفوا الزيت هاو زاد طلق الزيت تاعو، المقله طلقت الزيت اللي طيبت فيها الدجاج هنا، او قريب يطيب بريسك. هنا راهو طاب. هنا واش درت؟ جبت زوج حبات فرماج وزدت كراسي 3 سنات تاع ثوم ومعدنوس. هنا لوحت لاكريم ليكيد، البنات اللي ما عندهمش لاكريم ليكيد يديروا مغرف تاع نشا ويحركوها ويلوحوا عليها نصيطره تاع حليب، واذا ما خسرتش يزيدوا لها مغرف اخرى تاع نشا. الوغ انا واش درت؟ كريم ليكيد ما منتوما، اذا درتوا الحليب ونشا تزيدوا لها 3 سنات ولا 4 تاع ثوم، شي معدنوس وزوج حبات فرماج بورسيون، يعني الحبات تاع فرماج تاع لاباش كيغي ولا اللي كان، ملح وفلفل الكحل. هذا ما كان سما الناس اللي دير بنشا دير كيما قلت لكم مغرف نشا، وتلوح عليها الحليب وتخليه حتى ذوب النشا السما يبدا يعود اكريمي، تلوحوا له داويوه بالثوم فلفل الكحل الملح والثوم والمعدنوس. انا هنا رحت شليت القرعة ما طيش شكاك، احنا العرب الله شي والو، شليتها وزدت مرقت بها شويه وخليتها طيب تخفر لي، غير هزت شويه غليات وخلطت لها الخضره نتاعي والدجاج اللي طيبتهم. هنا لي بات حتى هما طابو كنصفيهم. شوفوا البنات هاي اختارت كيما نتوما، اذا ديروا حليب مغرف نتاع تعود لكم هك بعد، وشوية لازم تداويوها. انا قلت لكم لازم ديروا لها الثوم ولي زيت بيس اللي درتهم والمعدنوس والفرماج. شفتوا كيف اختارت؟ هنا نلوح لي بات ونلوح الخضره والدجاج اللي صوتيتهم، ونخلي الميلونجي كامل. اللي عنده فرماج غابي لوح، اللي ما عندوش
مش اوبليجي، سي فاكولتاتيف، حاجه زايده. هذه هي البنات، ودخلتوا الميلونج تاعكم وهذا ما كان. وجيكم مش نقول لكم ماكرونه، هي ما شاء الله. هذه البنات هاني هنا زدت الفرماج، هاني قلت لكم سي فاكولتاتيف، زدتو انا على الاخر، الاولاد يشتوها بالفرماج. وهذه هي البنات، واللي عنده انواع اي فرماج في دارو يقدر يزيدو ماكا حتى، مش كل بالعكس يزيد لكم بنه على بنه. وهذه هي لاغوسات لي بات بلا كريم. البنات اللي حاب يديرها بالدجاج يدير، اللي حاب يديرها بالحوت اي نوع من الحوت سورتو السومون، اللي حاب يديرها بالفيون داشي كما تبغيو تفاصل. هذا مكان، بقاو على خير، على بروشان غوسيت مع نوال. ما تنساوش البنات لايكي ما فيديو والاشتراك اذا امكن، وضغط على الجرس. بقاو على خير وبسلامه.